او المسلم خايف يودي اولاده عياده او مستشفى للاشقاء المسيحيين اللي يخطفوه في جد، يبقى احنا في لسه جوانا حاجه مش مظبوطه. فده نوصله امتى؟ لما احنا نبص في الناس. انت طبيب بتشتغل طبيب للشعب المصري، انت معلم يبقى معلم للشعب المصري. النهارده احنا لما بتطلع مساعده سواء طلعت من الكنيسه او من المسجد، واحنا كنا عاملين صكوك الاضاحي وده كان نموذج عربي، عدد كبير جدا من اشقائنا